طبعا تصوير البوكيه راح تحتاج عدسة 50 mm 1.8 مثلا، هذا 1.4، وحاجة تصورها، وفي ليتات في الخلف. انا حطيت الليتات بهالطريقة بس عشان اشرح لكم، عملت خلق هنا على التلفزيون. الليتات هذه تحصلوها في المحلات مال الزينة او اي مكان ثاني مثل التنين. ايش الاعدادات اللي نحتاجها؟ نحط الوضع المانوال، اصغر رقم فتحة عدسة موجود عندك، نحط الشتر بطيء. الحين عملت تجربة، بس لو حطينا العدسة على المانوال فوكس اللي هو الفوكس اليدوي ونقرب نحرك. الحين انا غيرت توزيع الاضاءة عشان تكون كلها في مكان واحد، عشان نقرب تجربة التصوير كأنها طالعة من كوبة وحاجة كذا يعني. الحين لو جيت اصور الصورة راح تطلع مضيئة كثير، السبب ان مؤشر التعريض رايح للموجب، يعني الصورة راح تكون اضاءتها جدا عالية، فلازم نرفع. اذا ما عندك انارة مثل هذه، اكتب في جوجل اضاءات لتصوير البوكيه مثلا، واختار صورة وحطها خلفية اللابتوب واستخدمها لعمل البوكيه. او جيب الومنيوم، قطعة الومنيوم، وكسرها كذا بهالطريقة، وبعدين افتحها. الحين مثلا اخترت خلفية في اللابتوب هذه، وبحط الكاميرا عليها وقرب اغير تعطيني البوكيه، او تحط الالومنيوم مثل ما خبرتكم بهالطريقة، وبعدها تغير الفوكس في الكاميرا عشان يعطيك البوكيه. الحين حطيت هذا عشان يكون كأن الاضاءة تطلع منه مثل ما ملاحظين هنا، ونحط الفوكس على الكوب عشان تجي البوكيه. يفضل تستخدم العدسة وترسم دائرة عليها بالقلم الرصاص كذا تحدد، وبعدها ترسم قلب صغير في النص بهالطريقة، وبعدها نبدأ عملية القص. أنا راح أعطي مساحة أكبر عشان تثبت الورقة على العدسة. طبعا تقص على راحتك، انا قصيت كذا عشان هالحواف اثبتهم بعدين على العدسة بهالطريقة. الحين بنقص الورقة، بس بكسفها كذا عشان تسهل علي قص القلب مثل ما ملاحظين. اذا صار عندنا شكل قلب، الحين ركبنا الورقة على عدسة والإنارة موجودة هناك في الخلفية. تعال نشوف بالفوكس كيف تصير حركات. بإمكانك تحط أي حاجة، أي فكرة تجي في بالك وتقرب.